شنو العجوه كيعشوها حتى نتوما كاملين، هاد الشوب شويه ديال الستريس شويه ديال العصب في الاول، ولكن الحمد لله في الجوله الثانيه تكون ديال الفريق الوطني المغربي باش يفرح الشعب كامل ويفرحنا وديما المغرب، وان شاء الله حق اوفر للماتش بزاف خويا. الاحساس ما قدرش نوصفه لك، شي حاجه كتعاش، شي حاجه كتعاش. اما الوليدات هما يقولوا ديما ديما كلشي كان زوين الحمد لله، واحد السلام الرباح 1-0 ماشي شي ريزلت اللي ساهل، كان ريزلت صعيب، الدراري تحاطوا على دارو النفس الحمد لله، والله يخلينا ديما مكملين. احساس ما يمكنش، عشتو مره في حياتي في هذه المره، جزاك الله يخلينا ديما نعيشوا بحالكم، خلينا ديما فرحانين ديما مغرب. المقابله ديال اليوم صراحه المقابله كانوا لاعبين خاصنا الخدمه وخاصنا العزيمه باش نوصلوا لداكشي اللي بغينا. ماتش من داكشي رفيع زعما لا مثيل له كما تيقولوا، والبيت الاول كان رائع، البيت الاول واخا البيت اللي دارنا اللي ما حسبوش لنا معليش، كان من داكشي البيت الثاني حتى هو من داكشي رفيع. دونك كنتمنى للفريق ديالنا واحد المسيره موفقه، وفريمون فرحونا وفرحوا المغاربه وشرفونا، والمدرب ديالنا كان مزيان. تخلعنا في الاول فاش ما شفناش بونو كحارس، وحنا زعما حاطين عليه امل، مي الحمد لله زعما كاين املنا، املنا كان بوزيتيف وكلشي كمل من داك الشرفي. يعني حتى الشونجمون اللي عطى الركراكي في الدوزيام ميطا كان لي واحد، كان هو اللي عطاهم واحد لو سوفل جديد، كنا شويه بدينا كنهبطوا لا كادونس، مي عطاهم واحد لو سوفل جديد ملي دخل ملي تبدل. والبيت الثاني كان مزيان واخا حتى الدقائق الاخيره مزاد عاوتاني فرحنا. كنتمنى واحد موفق تاع الماتش ان شاء الله، ان شاء الله ومسيره موفقه للفريق ديالنا، شرفونا والحمد لله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.